رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات. يا أهلا فهلا بحضرتك، أهلا منورنا وسهلا. سيادة النائب. موضوع الشقق المغلقة مش أول مرة نتكلم فيه ولا يظهر على السطح، بس رجع تاني وفي مقترحات بفرض ضريبة 10%، والناس في الشارع في المجمل كده قالت لك لا ده مش عدل وشقتي وأنا حر فيها. طبعا حضرتك يعني لازم نكون واضحين ان مفيش حاجة اسمها ان انا عايز افرض ضريبة او اقترح في البرلمان ان انا افرض ضريبة على الشقق المغلقة. حضرتك احنا بنقول احنا في مصر، حضرتك اتفضلتي وقلتي ان انا عندي ازمة اسكان. هو حضرتك انت ما عندكش ازمة اسكان ولا حاجة، سكن ازمة السكن، ما عندكش ازمة سكن. المشكلة ان دخل المواطن لا يتناسب مع تكلفة انشاء الوحدة او ايجارها. بمعنى انت الحد الادنى للدخول عند حضرتك 1200 جنيه. المتعارف عليه دوليا ان حضرتك بتاخدي 25% لماكسيمم 30% الايجار. ف 30% حضرتك من ال 1200 400 جنيه اما قانيها بتكلفة بقى انشاء الوحدة او ايجارها مش هتجيب حاجة. يبقى دي المشكلة. لكن انت معاكي فلوس، بكرة الصبح هتسكني في احسن حته وتاجر في احسن حته، يبقى انت الوحدات دي متوفره. عشان كده حضرتك الحكومه بتعمل الاسكان الاجتماعي. ليه؟ لان الاسكان الاجتماعي بيبقى ايه، بتدفع 40 50 الف جنيه وبتدفع لك 400 جنيه 600 كل شهر، يبقى متناول طبقات كتيره من الشعب. عشان كده دايما لما بيتم طرح وحدات اسكان اجتماعي بتخلص هوا. يبقى المشكله ايه حضرتك بقى؟ ان مش الشقق المغلقه هي المشكله، ان دخل المواطن ده مش متناسب مع الايجار. يبقى مهما فرضت من ضرايب على الشقق مش هتجيب نتيجه. تمام. طيب احنا بنقول ايه بحضرتك؟ موضوع الضريبه العقاريه في حد ذاته المفروض طبعا طبقا للقانون الحالي ان سنه 2018 هيتم اعاده تقييم الوحدات تاني. هتنزل لجان تقيم وتعمل تقييم للارض وتقييم للمبنى وتعرف 30% وتاخد 10% من القيمه الايجاريه في السنه. الحقيقه هحسبها ازاي دي يا سياده النائب؟ ما انا عشان كده بقول لحضرتك هحسبها ازاي. عشان كده انا تقدمت بقانون جديد هيتم مناقشته دور الانعقاد الجاي لمجلس النواب. اسمه ايه؟ قانون العوائد. العوائد وليس الضريبه. انا ضد حضرتك ان في الضريبه على سكن. حضرتك قانون العوائد كان زمان بيمثل 20% من دخل الموازنه بتاع مصر. وممكن احنا قانون العوائد ده لو احنا عملناه صح اقدر اجيب فيه من 15 ل 20 مليار كل سنه من غير ما نجد الناس ومن غير ما نتعب الناس ومن غير ما نغالي. ازاي؟ هجيب العوائد دي منين؟ من الناس. هقول لحضرتك ازاي. حضرتك الهدف من القانون اساسا ايه؟ ان اي دوله في العالم فيها قانون خاص بالعوائد، ده هدفه يا حضرتك ان انا بعمل صيانه للمرافق وبجمل الحي اللي انا فيه. يعني حضرتك ساكنه في حي المفروض بتدفع ضريبه العوائد دي عشان تعمل لك صيانه للصرف الصحي والميه والغاز والطريق، تعمل لك جنينه او قمامه والكلام ده كله. تمام؟ هي قانون العوائد كان موجود سنه 1884 وتعدل عليه 20 مره. ده اللي هو الخدمات المنفصلة اللي بدفعها، بدفع غاز وبدفع كهرباء وبدفع نظافة. دي تدفعيها. لكن احنا عاد بنقول تجميل المنطقة والصيانة اللي موجودة. تمام. دي ملهاش مواد. لازم نعترف حضرتك ان احنا في مصر عندنا عجز ضخم في الموازنة. ادي حضرتك مثال بسيط قوي. انا عندي في الصف الصحي والمية انا بحتاج في السنة عشان اعمل صيانة للشبكات اللي هي مكلفة الدولة 250 مليار قبل كده، بحتاج 5 مليار. انا متوفر بالنسبه لي مليار. عشان كده اللي بيحصل ايه؟ ما بتتم الصيانه. الصيانه بتتم اول ما المصوره تفرقع احنا بنبتدي نغيرها. وده مش الصيانه. هو الصيانه المفروض حضرتك ان انا قبل العمر الافتراضي خلص ابتدي اغير. لكن لضعف الموارد الماليه حضرتك في البلد ايه الكلام ده موجود. المفروض ان قانون العوائد بقى حضرتك في اي دوله، لا هكلم حضرتك بالتفصيل فيه لان انا هجادلك فيه الصراحه. اول مره اسمع عنه بس هجادل حضرتك. تمام. فيه. تمام. يعني هقول لحضرتك برضو هل ده ممكن يفتح لي باب؟ حضرتك بتقول ده للتجميل، تجميل المناطق والاحياء وصيانه المنطقه. اي يا فندم ده ممكن يفتح لي برضو ابواب تانية. لا يعني هدفع فلوس يا فندم عشان الحي بتاعي يتجمل، لو ما تجملش يا فندم ده معناه ايه؟ لا وحضرتك انت المفروض الحي بتاعك تعمل لك صيانه. وهحاسب الحي ازاي؟ اقول لحضرتك هو ده الهدف من القانون.
يعني قانون الضريبه العقاريه الحالي هو الهدف، قانون العوائد ده حضرتك هو تجميل المنطقه اللي انت فيها، وجزء منه يخص لصيانه الشبكات، وجزء يخش منه للعشوائيات، وجزء يخش منه لدعم الاسكان الاجتماعي. ده اساس الهدف من المشروع. طيب حضرتك انا دلوقتي عشان اجي اقول لحضرتك ان انا افرض ارقام كبيره، يعني اللي تم تحصيله في الفتره اللي فاتت حوالي 3 او 4 مليار تقريبا يعني. جميل. ده على فتره زمنيه قد ايه؟ السنه اللي فاتت واللي قبليها كل سنه 16 و17. 16 و17، وده رقم لا يتناسب مع حجم الثروه العقاريه الموجوده في مصر، السوق نفسه العقاري اللي في مصر. يعني عندي 45 مليون واحد حضرتك. ده انا شويه عايز اتكلم مع حضرتك عن تصدير سوق العقارات. ما انا هقول لحضرتك اللي هيتم نشتغل عليه ولا لا. هو حضرتك اللي انا بقوله ايه، ان انا عايز ايسر الموضوع. حضرتك ما فيش حاجه اسمها اللجان تطلع، عندما وجدت اللجان وجد الفساد. تمام. طيب احنا حاجة ضربة عوائد، الاقتراح اللي انا مقدمه ان يتم تطبيقه ان شاء الله بعد يعني 2018، ان لو قبل في المجلس نحسب بالمتر المسطح. تمام. حضرتك انا احط على المتر المسطح لسه كانيه جنيه، جنيه معناه حضرتك انك هتدفعي 100 جنيه في السنه. تمام. حضرتك الجنيه ده بالنسبه للسكني، الحتت المتميزه هيبقى مثلا 3 جنيه، الحتت الراقيه 5 جنيه. بحسبه بسيطه كده لو انا اعتبرت ان انا عندي 45 مليون وحده سكنيه، تمام، منهم 4 مليون خدمات وحوالي 40 مليون سكني، عندي 20 مليون ناس غير قادره او يعني امكانياتها ما تقدرش تدفع ارقام كبيره. فده ما تقول له ان انا حضرتك، ومعظم الحاجات دي حضرتك اماكن مخالفه عشوائيات، انا حضرتك هاخد الفلوس دي عشان اعمل لك صرف صحي، صح، اعمل لك ميه، اعمل لك غاز، اعمل لك الكلام ده. اما اقول للراجل ده ادفع لي 1000 جنيه ولا ادفع لي 500، ما هو مش هيدفع. لكن لما يدفع 100 جنيه في السنه في 20 مليون وحده جابوا لنا كام حضرتك؟ 2 مليار. اما يكون عندي حضرتك 6 مليون وحده في الاماكن الراقيه وكل واحد في السنه يدفع لي 500 جنيه، دول جابوا لي كام حضرتك؟ 3 مليار. ده يا فندم، انت بتتكلم عن المناطق الراقيه، ده سكان التجمع بيشتكوا بقالهم 3